السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ليان؟ عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد جاهزة لله، للكويز يا ليان ولا مش جاهزة؟ يعني ميس وبابا كان واخد الأيباد عشان مش عارفة. ما ذاكرتيش؟ لا أنا ذكرت، بس هو واخد الأيباد. يعني قصدك مش هتعرفي تدخلي على لينك لو انا بعته يعني، ولا قصدك ايه؟ لا قصدي هو بابايا واخد الأيباد معاه الشغل. طيب يعني انا مش فاهمة، يعني هتعرفي تاخدي الكويز يعني ولا لأ؟ ممكن أعرف؟ طيب هو انا هبعتلك لينك وانتي تخشي عليها تعرفي؟ ماشي. اوكي، انتي ذاكرتي طيب؟ كويس؟ طيب تمام، انا هبعتلك لينك انتي ادخلي عليه، هيطلع لك كده انتي تكتبي اسمك، تكتبي اسمك الاول، وبعد ما تكتبي ماشي. اسمك تبدأي بقى ايه تحلي، وكله choice يعني كله choose the correct answer، انت هتختاري بس اللي انت عايزاه، وبعد ما تخلصي هتلاقي فيه زرار كده مكتوب submit، دوسي عليه خلاص يبقى انت كده خلصتي. اوكي ماشي انا بعتلك اوكي. اللينك ده على الجروب. استني بس اخلي مامتي تبعتهولي. طب ابعتهولك هنا على الزوم. هيا ليان. اه خلاص اتبعت. طب تمام، يلا افتحيه على طول. ألو، ايوه يا ليان، أكتب اسمي فين؟ مش مفتوح لك student name؟ مش مكتوب student name؟ لا مكتوب، أكتب طيب دلوقتي، اكتبي اسمك، اكتبي ليان. ما بيكتبش. ازاي؟ دوسي بس كده عليه، فعلي كده المكان بص الأول، يعني دوسي كده المكان هيتفعل كده معاكي، وبعد كده اكتبي على طول. لا ما بيكتبش لسه. طيب اعملي ريفرش كده، ايه؟ اعملي ريفرش ريفرش كده لو ينفع تعملي ريفرش او تعرفي. لا مش هعرف. طب صبا جنبك. لا طيب ايه هنعمل ايه؟ طيب جربي كده دوسي تحت student name في الحتة اللي جنب student name كده، اعملي كده بصبعك كده على التاتش سكرين كده، هتلاقيها اتفعلت معاكي، روحي مدخله اسمك. لا لسه. طب ازاي؟ مش عارف. أروح أنا صباح انتهي كلموني. صباح. طب انتهي صباح. بصي تحت student name مكتوب your answer يا ليان، شايفة أه كلمة صحيح. your answer؟ دوسي أه عليها كده. ها أه خلاص خلاص تمام أعمل. تمام أه بعد كده اكتبي اسمك واكتبي دوسي على next بقى تلاقيها تحتيها next. انا لسه ده ما بيكتبش انجليش. اكتبي عربي عادي مش مشكلة. استنى بس امسح. كتب معاكي؟ لا هكتب بس النورة. مش كتبت الغاليان. ادوس على نيكست. دوسي على نيكست. نيكست
البتاع عمل خلاص، البتاع عمل خلاص. تمام كده الو، فتح. ايوه ايوه اه حبيبي. بس اقري سؤال سؤال بقى اللي انت تختاريه، دوسي على الدايره اللي جنب الاختيار اللي انت عايزاه. اوكي اوكي. وانا انزل السامس 100. نعم يا حبيبي، أنا مس أنا سامية يا حبيبي. ماشي مش سامي قصدي، هو انا انزل ازاي، هو انا هنزل ازاي؟ اه خلاص ارفعي كده بإيدك بصبعك كده عادي، تطلعي لفوق كده. خلاص عملت. تمام هو كده الامتحان خلص. انا وقفت عند نمبر 3. لا نمبر دول 10 بوينتس، 10 أسئلة يا ليان، طلعي لفوق وحين اللي بعديه. حاضر. ايه ثانية بس، هو
السنية. حبيبي. ايوه انا ايه؟ number seven ها number seven people have help animals have a healthy diet. تمام، مش فاهماها. animals لا animals nutrition. تمام شطورة، يلا كملي قربت تتخلصي اهو. This the process and sticks that some animals go through to become adult. Living for propolis. مش أمنية، ممكن تقري لي أنا في نمبر 8، فممكن تقري لي تاني سؤال فيه؟ تاني تشويس يعني، تاني اختيار. اه طيب حاضر، يا حبيبي نمبر 8، ميتامورفسز. طب مو بس ماشي. The process. أنا في نمبر 9 دلوقتي. تمام، إكس دوت بو بروكلت أدلت is the life cycle of خلصت. تمام، اعملي سبميت يا ليان، هتلاقي فيه سبميت بعد ما تخلصي اعمليه، دوسي يعني. بتأس دوست اوكي تمام، انا هشوف دلوقتي. بسم الله. 9 of 10 points، 9 من 10 يعني. برافو، استغلتي في ايه بقى؟ استني اشوف كده، غلطتي في نمبر 8. طيب ليه نمبر 8؟ استني اعمل لك شير نمبر 8. شايف معايا الشاشة؟ اه تمام، بصي انتي حليتي اهو. السكور بتاعك هنا اهو. لا اه شفت. تمام، لا استني، ده مش انتي ولا انتي؟ ثواني ثواني يا صائل، يا لا انتي عملتي سبميت يا ليال. لا لسه. طيب اعملي سبميت، ده مش بتاعي، اعملي سبميت. نعمل دلوقتي سبمنت. عملت. اه كده تمام. اه 8 يا ليل، بصي السكور بتاعك اهو، شايفة؟ لا 8 of 10. تمام، ليان معايا، شايفة اللي مش هقولك عليه؟ تمام، 8 of 10. تمام، هنشوف انت غلطتي في ايه. ده صح، نمبر 1 صح، 2 صح، 3 صح،
4 5 6 7 8. فعلا غلطتي في 8. طيب 8 بيقول لي space the process and stages that some animals go through to become adults. اتفقنا ان في مين اللي بيعمل كده زي الامفيبيان من الفيرتبريتس والانفيرتبريتس، دايما بيبقى عندهم ايه ميتامورفيسز، ميتامورفيسز ستيجز زي الفروج زي السالامندر زي الدراجون فلاي، صح نسيتيها؟ بس انا عملتها ودست البتاع اللي انت قلتي لي عليه، انت قلتي ان انا ما دشتش بس انا دست. انتي دايسة لايف يونج انا كإيه؟ كنت كنتي انا دايسة كنت ميتامورفيسز؟ كنت دايسه ميتا مورفيسز، دايسه ميتامورفيسز ميتا فور ميتا مورفيسز. ممكن تكوني غلطتي تاني وانتي بتطلعي، دوستي على يعني بعد ما دوستيها صح غلطتي ورجعتي عملتيها تاني. طيب هنا برضو بيقول لا دي، بس انا عملت نمبر 8 صح. يعني انتي متأكدة ان انتي عاملاها ميتامورفيسز بس هي جاية اهي؟ طب ماشي اوكي. طيب هنا بيقول لي الايجز tadpole froglet adult is the life cycle of مين؟ سالامندر ولا دراجون فلاي ولا الفروج؟ دراجونفلاي ايه؟ دراجونفلاي لا فروجلت اهي، بصي شايفة في فروجلت هنا، فروجلت دي يعني الضفدع الصغير اللي هو قبل ما يبقى adult، فتبقى دي life cycle of the frog. طيب انا كنت بعتلك ال life cycles of the salamander و dragon fly و frog و butterfly صور شفتيها، ايوه كنت كاتبالك تحتيها ال stages دي، كنت كاتبالك تحت كل صورة، يعني مثلا الفروج الأول بتبقى egg، بعد كده tadpole، بعد كده frog، بعد كده adult. السلامندر كاتبالك نفس الطريقة، وال butterfly وال dragon fly كل ذاكرتيهاش؟ ذكرتها. طيب هي دي المفروض تبقى frog، وعندك نمبر 10 صح. تمام يبقى ده أنا جايبة 9 من 10 صح؟ ماشي 9 من 10 بس شطورة يا نيل، أنا مبسوطة بالدرجة بتاعتك، شطورة أنا جايبة 9 من 10. ماشي 9 من 10 يا حبيبتي خلاص، بس مش هينفع أغيرها هنا، هنا مش هينفع تتغير. تمام تمام ماشي. ماشي شطورة وأنا طب مبسوطة ممكن والله. أعيد الامتحان تاني ولا لأ؟ خلاص بص يا حبيبي، احنا المهم في الامتحان مش الدرجة، المهم ان انا اتعرض لسؤال زي الامتحان بعد كده، يبقى عندي سؤال اعرف افهمه كويس، اعرف اختار الاجابة، مش الدرجة يعني، انا مش مهم عندي اول درجة قد ما مهم ان انت تقدري تحلي يعني وتفهمي الاسئلة كويس، تعرفي تحلي كويس، فما تشغليش بالك بالدرجة ماشي؟ مش اوكي. طيب النهاردة مش بقى هنبتدي في ايه؟ هنبتدي في يونيت 2. Unit 2 is talking about plants. Is plant are leave plant are living things or non-living things? living things. Living things. Plants make the life processes which are nutrition, reproduction, movement, breathing, like all living things. Plants present anywhere around us. Every place have plants. In any place we found that the plants is present. Even under the water, there are plants that grow under the surface of the water. There are plants in the polar region. There are plants in the desert. There are plants in everywhere. Everywhere we will found plants. Plant is one from the living thing or the most important living thing. Can you do you know the different parts of the plant's land? Do you know the Like different parts of plant? bamboo. Like what? Roots? Like roots, maybe Yes. people. Yes, like roots. And what else? أنا مش شايفة الكاميرا يا ميس. طيب. أجيب اللينك اللي قبل اللي أنا بتاع الامتحان. لا لا ما تجيبيش حاجة، احنا مع بعض، انا هعملك شير للسكرين هتشوفيها كويس دلوقتي. بصي كده شايفة؟ لا لسه، مش شايفة حاجة؟ مفيش حاجة ظاهرة معاكي؟ لا لسه البتاع بتاع الامتحان.
انتي اقفلي، انتي اقفلي عندك، اقفلي اقفلي الامتحان خلاص، يعني اقفلي التام بتاع الامتحان، اقفليه. معاكي موبايل ولا معاكي عمل. تاب؟ يا لا يا لا صباح شفت، يا لا ليان. دلوقتي تمام عمل ظهر كده، كده. ظهر تمام. طيب do you know the parts of the plants like these plants؟ شوية مش عارفة شوية. طيب the plants have different parts like roots like wait a minute like what like I will show you a photo wait a minute Can you أمي. see this photo layer? I'm أيوة sharing يس. with you. Okay, this is a picture of a plant. What's the parts of the plant? We have roots. The roots. أكسجين. We have oxygen. This is the needs. The needs of the plant. We need oxygen. No, no, we don't need oxygen. Oxygen come out from the plant. But what the parts of the plant? The parts. The first one is the roots. Roots. The roots, yes, the roots is a part of Water, the roots and water and minerals, minerals. minerals. اوكي ركزي بس معايا، بصي الصورة فيها حاجات كتير احنا مش محتاجينها، يعني الحاجات دي احنا مش محتاجينها، انا بس عايزة اوريكي صورة البلانت. تمام، تمام. فووتر ومينرالز، يعني سيبك من ايه الكلام ده، سيبك منه، ركزي بس معايا كده. We are talking about the parts, different parts of the plant. The first one is the roots. Roots. This is the part of the plant that grow under the soil. Roots are the part of the plant that grow under the soil here. The second part is the stem. This is the stem. Stem is the part of the plant that carry the leaves and carry the flowers. This is called the stem. These Stem. green parts are called leaves. Leaves. Leaves, good, leaves. And this pink part, Flowers. flowers, flowers, okay. But this is a plant. The different parts of the plant is roots, the part of the plant that grow under the soil, the stem that grow over the soil, the green leaves, and flowers, okay? What do the plant need to grow? The Again. plant need the plant need what we need. What we need to grow, we need water, we need food. The plant also need water and need food. So the plant need water. We take the water, the plant take the water from the soil. Okay, so water here inside the soil, the roots take the water from the soil. And the plant need to respire like us. So the plant need air and need water and need food. Okay? He is a living thing, so it need air, need water, need food. Okay? Okay. So this is the plant. And this is the parts of the plant. Here, he want from me to make an activity to show the parts of the plant. Many plants have these parts. Many plants have these parts. Flowers, stem, leaf, and root. What are the function of each part? So the plant consists of what? Flowers. And consists of roots. Here we can write stem. We can write leaf. What do you think about the function of each part, Layan? What do you think the function of the root is? What is the function of the roots? Do you know?
ليان معايا؟ ها Oh, do you know the function of the root or the uses of the root? Do you know the meaning اللي of هي function? Function? water, we need you, we use water Yes, roots make roots. absorption or absorb water from the soil. Here, as we saw in the picture that I show you, the roots grow underground in the soil and do what? Roots absorb water from the soil. So the function of the root is to absorb water from the soil for the plant. Do you know the function of the leaf? No. The leaf make the food for the plant. It's a part of the plant that can make food for the plant. Stem. Do you know the function of the stem? No. Okay, the stem supports the plant. The stem, the function of the stem is to support the plant. I will show you the picture again. This is the root. The root grow underground inside the soil. Its function is to absorb the water. Can you see in the picture that trying to absorb the water here? ايوه This شايفه. is اه تمام. This is the root. Absorb water from the soil. This is the stem. What the function of the stem? The first function is to transport the water from the roots to the leaves. So the root absorb water from the soil. يعني ايه؟ يعني الروس ده بيمص المية منين؟ من السويل، من التربة. بيحاول ان هو يمتص المية من التربة. تمام؟ ده مين؟ ده الروتس. تمام، بعد ما يعمل absorption للwater from the soil يجي الستم. الستم يعمل ايه؟ ينقل بقى الwater دي ياخدها